كتاب سميته. عطينا الاسم للكتاب الله يخليك، شنو اسمه الكتاب؟ هو في السويدية يقول لك هو ماروكوس غيتا انسيكتار، الوجه الحقيقي للمغرب. فأنا ما ف يعني أجو ميكسكوز وسمحوا لي أنا لما أنا... تطلب المسامحة ولا العفو؟ هو تنطلبوا العفو الملكي، احنا ما تنطلبوش شي حد آخر اللي غادي يعفو علينا. تنطلب أنا كيف أن سميتو العفو الملكي شمل الناس اللي قتلوا الجنود المغاربة اللي كانوا تيدافعوا على التراث الوطني، أعطي لهم العفو. فأنا ما درت والو، أنا أساسا ما داير والو، حتى القضية اللي قمت بها هي ماشي قضية كبيرة تقارن بقتل جنود يدافعون عن التراث الوطني. أنا درت هادشي على بنتي، ما درت شي حاجة هادشي على باش يعطوني الوراق ولا باش ندير اون في في هاد البلاد هادي ولا باش دو لوكس ولا شي حاجة. ما درت درتها على البنت ديالي، وغينا جو سوفر انا. وانا حيت قريت في الانترنت، في الانترنت حيت قريت على يوسف الجبالي لانه كان يساري وترك الحزب اليساري بسبب القضية ديال الصحراء المغربية. فاتصلت به وطلبت منه انه يتدخل لي ويساعدني في هذه المسألة هذه، وشرحت له القضية كلها وعطيته الكتاب اللي درت له ميل الكتاب صور ومعلومات والان انا شنو المقصود ديالك باش عطيتني جبال يوسف الكتاب والقصص؟ على اساس انه يتصل بالسفاره المغربيه ويتدخل لي ويشرح لهم الموقف ديالي اكثر من اللي هو اكثر من لي، لان انا ما نقدرش نمشي لعندهم لاسباب اخرى، لانني انا تنعيش غير قانوني في البلاد وما عنديش الثقة في حتى شي واحد سواء كيف ما كان. فحتى فقلت بأن يوسف هو اللي يمكن يحل هذه المشكلة هذه ويساعدني. شنو المطلوب من نوع المساعدة اللي كتطلب دابا؟ أنا نوع إلى كانوا حابين أننا إذا كانوا حابين أن المساعدة تنوع أنهم يسمحوا لي على الخطأ اللي قمت به وبأنه ماشي من قلبي لأسباب وأسباب قوية بنتي. وكاين شي حاجة اللي أقوى من الوطن؟ أنا انطلقت من ذاك البروفيرب ديال المغربي اللي تيقول الواحد يموت على ولاده ولا على بلاده. بمعنى انا تنعرف بان البلاد ديالي كاين الناس اللي قادرين بها وهذاك الشيء، قلت انا ندير نامبورت كوا على بنتي. فهاك ماشي انني سميتو هذه المسألة هذه الاولى، ان يسمحوا لي المسائل هذه. كان ما عندي حتى شي حاجه ضد المغرب ولا ضد شي واحد من السياسه في المغرب، ولا ما عمرني ما كان داك الشيء هو السبب الرئيسي ديالي. بنتي انا هو كل شيء. و كانوا حابين انهم يفرحوا على السوريين والناس اللي تيشتغلوا بهذه القضيه ديال الصحراء ويمولوا الناس عليها وهذا. عطينا شي امثله للناس اللي كتعرف هنا وتلاقيتي معهم وكتعرفهم كي يتعاملوا مع المرتزقه. راهم بزاف السفارات الجزائر مثلا. أبروبو سفرات الجزائر، اسمح لي قطعتك أخ يوسف، حكيتي لي بأن كيفاش هربتي من البوليس السويدي؟ أنا كانوا قطوني وكانوا باغي يصافي ينزلوني للمغرب ويسفروني للمغرب وهذاك الشيء. فقلت لهم أنا نقدم اللجوء في السفارة ديال الجزائر، وحيت مشيت
Je sais pas la crise des affaires, ou tant le jeu, ou tant le bouddhisme à rien, ou la crise, pas. خلا ولي سيبارات الجزائر المسؤولين حيت عرفوا القضيه داخله فيها المساله ديال الصحراء وبما ان ناس اخرين هضروا لهم وقالوا لهم شي خلاني باش نطلع من النافذه ديال الكتب ديالو ونطلع ونهرب عن طريق النافذه وفعلا إذا الدبلوماسية الجزائرية في السفارة الجزائرية ساعدوك في باش تهرب من البوليس السويدي لأن كنتي في القبض ديالهم كانوا شادينك في القبض ديال البوليس الهجرة اللي كانوا باغيين يسفروا إلى المغرب ولكن كانوا هما باغيين يسفروا إلى المغرب فمن حقي أنني نمشي لأي بلاد أخرى المهم عندكم أنكم تسفروني وتخرجوني من السويد فإلى إلى عطاتني السفارة الجزائر اللوجو أنا نمشي للوجو تما قالوا لي أوكي داوي تما اتصلت بالسفارة الجزائر وقلت لهم حكيت لهم القصة وهذاك الشيء بالنسبة لنفس القضية كنت طلبتي الدبلوماسيين في السفارة المغربية كانوا معك البوليس تما وبغيتي تهرب وطلبتي قلت الأخ الأمين طلبتيها له شنو الجواب ديالو؟ لا لا ما بغاش قال لك ما بغاش هو انا قلت بالنسبة للإخوان ديال الدبلوماسيين المغاربة في السفارة هنا في ستوكهولم شنو العلاقة اللي عندك معهم؟ مشيتي عندهم مرات ولا مرة؟ يا مشيت لعندهم جوج مرات مع البوليس وهدرت ديك الهضرة هذيك شنو الهضرة اللي هضرتي؟ احكي احكي المهم انت يعني عارفينها هما لا ما ندخل هذيك المسائل هذيك راه دوكيمونتي عندهم في السفاره يعني اي واحد باغي يعرف راه يتكلم وم اذا قلت شي كلام ضد حق المغرب مناطق الجنوبيه ولا للمغرب واش كترجع هذيك الكلام ديالك ندم انا ما عمرني ما امنت اساسا بان هذيك سميتو بان 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 سميتو الصحراء غير مغربيه ما عمرني كنت دائما مامن انا بالمغربيه في الصحراء وماشي غير الصحراء انا وحتى نصف الجزائر مغربي ماشي تيندوف راه مغربيه اساسا وماشي راه هكاك اي صحراوي بغى يتكلم ويقول لك ماشي هو مغربي يمشي يشوف يوسف بن تشافي اللي هو اساسا صحراوي والعاصمه ديال الدوله المرابطيه كانت هي مراكش المغرب الكبير